بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بالإخوة الكرام في هذا الدرس، وهو الدرس 15 من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله، المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. سوف نفرد إن شاء الله درسا لبعض التحريرات التي لم تأتي في منظومة إتحاف البرية وشرحه، مما أشار إليه العلامة عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي رحمه الله، أو مما أورده الشيخ القاضي أو الشيخ علي النوري الصفاقسي في كتابي البدور الزاهرة وغيث النفع على الترتيب، وذلك لاعتماد كثير من طلبة هذا العلم على هذين الكتابين، وخاصة الأول منهما وهو البدور الزاهرة، في كثير من المسائل في علم القراءات. فلعلنا إن شاء الله نفرد لهذه المسائل التي لم ترد معنا في نظم الشيخ حسن بن خلف الحسيني، نفرد لها درسا مستقلا ننبه على بعض الأشياء التي وردت في تحريرات العلامة عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي، سواء وافق أو خالف الشيخ علي النوري الصفاقسي في كتابه غيث النفع. نبدأ إن شاء الله اليوم من حكم ما في سورة الرعد. قال الناظم رحمه الله: حكم ما في سورة الرعد. وللشام فاخبر ما تكرر أولا سوى النازعات النمل مع وقعت فلا. حكم ما في سورة الأحزاب. وبالرغم كل لا سهل أبدلا بيا ساكن وقفا لمن فيه سهلا. وقالون حال الوصل فيه للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. حكم ما في سورة الحشر. يكون فأنث عن هشام بخلفه، وفي دولة رفع على ذين نقلا. حكم ما في سورة الغاشية. وللصاد عن خلاد في بمسيطر مع الجمع عند السكت يهمل فعقلا. حكم ما في سورة العلق. وعن قنبل فقصر رآه ومده، فقد صحح الوجهان عنه فأعملا. حكم ما في التكبير. وبعض له من آخر الليل والصلاة،
أراد به بدء الضحى متأولا، وقد تم إتحاف البرية مرشدا، فأحمد رب العرش ختما وأولا، وصل على المبعوث بالنور والهدى، وآل وصحب يا إلهي ومن تلا. جزاك الله خير. كما ورد في النظم، فإن المسائل الرئيسة في درس اليوم هي المسائل الآتية: أولا الاستفهام المكرر، وخاصة ما يخص ابن عامر الشامي. وقد ذكر الناظم رحمه الله مسألة للشامي، ولكن الشارح رحمه الله ذكر ما يخص القراء السبعة في هذا الباب. المسألة الثانية هي حكم الوقف على اللائي لأصحاب التسهيل والإبدال، حكمها حال الوقف. والمسألة الثالثة حكم الوقف لقالون على للنبي إن وبيوت النبي إن أراد. المسألة الرابعة رواية هشام في كلمة دولة، وما قد يتوهم من أن له فيها وجهين، وأن يكون هي التي وقع فيها الخلاف دون كلمة دولة في قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المسألة الخامسة تحرير قراءة خلاد بالصاد في مسيطر في سورة الغاشية في قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. المسألة السادسة تحرير المد والقصر في كلمة رآه لقنبل. المسألة السابعة والأخيرة فيما يخص التكبير، وخاصة في عند قول الناظم الشاطبي رحمه الله: وبعض له من آخر الليل والصلاة. فقد حرر الناظم رحمه الله وتبعه الشارح أن هذا ليس مقصودا للناظم الشاطبي رحمه الله، وبين وجه الصواب الذي يراه في ذلك. نبدأ بحكم ما في سورة الرعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حكم ما في سورة الرعد. قال الناظم: وللشامي فاخبر ما تكرر أولا سوى النازعات النمل مع وقعت فلا. قال الشارح: أمر أن يقرأ لابن عامر. طيب، قبل أن ندخل لكلام الشارح رحمه الله، فتعرفون طبعا موضوع الاستفهام المكرر، أن يأتي في آية واحدة أو آيتين متتاليتين استفهامان، يعني زي أئذا أئنا، ولا يشترط في كل مرة أن يكون أئذا أئنا، قد تنعكس كما في سورة النازعات: أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، وقد لا تكون أئذا ولا أئنا كما في سورة العنكبوت: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. وجملتها 11 موضعا في القرآن الكريم. ولعلنا قبل أن يعني نذكر المسائل التي فيها، نذكر بما ذكره الشاطبي رحمه الله حتى تكون الأمور واضحة، وهي من بداية قوله في سورة الرعد رحمه الله: وما كرر استفهامه نحو إذا إن فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد عام في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزاداه نونا إننا عنهما اعترى. ثم ذكر البيت الأخير: وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لواء حافظ بلى. فخلاصة الموضوع أن للقراء في الاستفهام المكرر مذاهب. نبدأ بأولهم نافع. الأصل عنده أن يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، إلا أنه عكس في سورتي ماذا؟ نزعت. لا، تم يعكس في النازعات. في النمل عكس في سورة النمل وفي سورة العنكبوت، عكس في سورتي النمل والعنكبوت.
أما بالنسبة لابن كثير فهو يستفهم في الموضعين إلا في موضع العنكبوت، فإنه يخبر في الإيه؟ في الأول، وذلك من قول الناظم ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا. طيب، وكذلك حفص، حفص كابن كثير في أنه يخبر في الموضعين في كل القرآن إلا في موضع العنكبوت، فإنه يخبر في الأول، يستفهم في الموضعين إلا في أول العنكبوت، فإنه يخبر في الأول ويستفهم في الثاني. نأتي بعد ذلك لأبي عمرو البصري ومذهبه أنه يستفهم في الموضعين جميعا في جميع القرآن، ليس له مستثنيات. وعشان برضو نجمع المسائل مع بعض، ومعه حمزة وشعبة، حمزة وشعبة كأبي عمرو يستفهمون في الموضعين جميعا في كل 11 موضع التي ورد فيها الاستفهام المكرر. إذن من بقي لنا؟ نأتي لابن عامر الشمس، سأتي له تحرير الآن. نأتي قبل حفص، احنا ذكرناه مع ابن كثير، إذن لم يبقى إلا الكسائي، وسنأتي لتحرير الشامي. نسبة الكسائي كنافع، بالنسبة للكسائي فهو كنافع، إلا أنه في سورة النمل زاد نونا، يقول إننا لمخرجون. نعم، كيف؟ أي نعم، ما احنا ما جيناش للشامي لسه، سنرجع إلى الشامي. أما ابن عامر الشامي رحمه الله فهذا موطن الشاهد في التحرير الذي ذكره، لأنه لما قال سوى نافع في النمل والشامي مخبر في إيش؟ في الأول، يعني الشامي يخبر في الأول، هذا الأصل عنده. سوى النازعات مع إذا وقعت ولا. هنا زاد قال وللشامي فاخبر ما تكرر أولا، هذه قاعدته. سوى النازعات النمل مع وقعت فلا، النازعات معروفة لأنه استثناها في الشاطبية، وقعت برضو استثناها في الشاطبية. طيب والنمل من أين جاءت؟ لأنه قال في البداية سوى نافع في النمل، الشاطبي رحمه الله قال وما كرر استفهامه نحو إذا إن، فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل. فلو كان يندرج معه الشامي، قال سوى نافع والشامي مثلا بأي صيغة يمشي بها النظر، فبالتالي الشامي يخبر يستفهم في النمل خلاف قاعدته، يستفهم في أول النمل خلاف قاعدته. وقال الذين كفروا إذا أو إذا، طبعا اسمه هشام يدخل وابن ذكوان يحقق بلا إدخال، إذا أو إذا كنا ترابا وآباؤنا إننا، ويزيد نونا. إذن نمر مرة أخرى سريعا، أن نافع أصله الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، واستثني وعكس في النمل وفي العنكبوت. ابن كثير يستفهم في الموضعين و استثني له موضع العنكبوت، فيخبر في الأول ويستفهم في الثاني، ووافقه حفص. وبعد ذلك أبو عمرو يستفهم في الموضعين ووافقه حمزة وشعبة باستفهام في الموضعين. وبعد ذلك ابن عامر الشامي الأصل عنده أن يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، لكنه في النازعات والنمل عكس هذا الكلام، فأخبر استفهم في الأول وأخبر في الثاني. أما في إذا وقعت فأخبر فاستفهم في الموضعين. طبعا هذه يعني تحتاج إلى وقت لكم ترجعون إلى النظم حتى تستنتجوا أنه في سورة الواقعة يستفهم في الموضعين. ولعلنا نساعدكم في هذا أنه لم يذكرها في المستثنيات في الموضع الثاني، يعني لم يذكر للشامي أنه يخبر أو أنه عكس، لا هو ذكر فقط قال سوى
النازعات مع إذا وقعت ما 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 يخبر في الأول فيها. وإذا وقعت طبعا النازعات جاء عليها كلام مرة أخرى، والنمل جاء عليها تقدم سوى نافعا في النمل، أما إذا وقعت فما جاء عليها كلام ثاني، فإذا يبقى على الاستفهام في الموضعين. ومن اللي بقي معنا؟ الكسائي، قلنا يستفهم في الأول ويخبر في الثاني كنافع، إلا أنه زاد في النمل نونا، إننا لمخرجون. ويستثنى للكسائي أيضا موضع العنكبوت، فإنه استفهم في الموضعين معا. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. فإذا الاستثناء له موضعان في العنكبوت، الاستثناء بأنه يستفهم في الموضعين معا، وفي النمل على قاعدته يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، إلا أنه زاد نونا. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون. أظن انتهينا كده من كل القراء. نعم نعم، تفضل. قال الشارح: أمر أن يقرأ لابن عامر باب الاستفهام المكرر نحو أإذا كنا ترابا أإنا بالإخبار في الأول، إلا في ثلاثة مواضع. إلا في ثلاثة مواضع، طبعا هو نحو، لأنه ليست كلها أئذا أئنا، ليست كلها أئذا أئنا، ففي بعضها قد ينعكس أئنا أئذا، وبعضها إنكم أئنكم. نعم. إلا في ثلاثة مواضع: النمل والنازعات والواقعة، فقرأ بالاستفهام فيها، وإنما بين ذلك هنا لعدم وضوحه من الشاطبية، وترك الكلام على الثاني لوضوحه منها. وجملة المواضع التي تكرر فيها الاستفهام 11 موضعا في 9 سور، وهي: أإذا كنا ترابا أئنا هنا، وفي الإسراء أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا الموضعين، وفي المؤمنون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، وفي النمل أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، وفي العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم، وفي السجدة أئذا ضللنا في الأرض أئنا، وفي الصفات أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في الموضعين، وفي الواقعة أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، في النازعات أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا. ولنذكر ما فيها للقراء السبعة تتميما للفائدة: فنافع بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني إلا في النمل والعنكبوت فإنه عكس فيهما، وابن كثير وحفص قرأ بالاستفهام في الأول والثاني مطلقا إلا أنهما قرأ أول العنكبوت بالإخبار، وابن عامر قرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني إلا في النمل والواقعة والنازعات، فإنه قرأ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني في النمل والنازعات، وزاد نونا في أئنا لمخرجون في النمل. وقرأ يعني الاستفهام في الأول والإخبار تصير إيش؟ الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني إننا لمخرجون، يعني يقرأ في النمل إننا لمخرجون. نعم. وقرأ بالاستفهام في الأول والثاني في الواقعة، والكسائي قرأ بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني مطلقا إلا في العنكبوت فاستفهم فيهما، وزاد نونا في أئنا لمخرجون في النمل كابن عامر. وأبو عمرو وشعبة وحمزة استفهموا في الأول والثاني، وقد علم من ذلك أنه لا إخبار في ثاني العنكبوت، لا إخبار في ثاني العنكبوت وأول الواقعة. والنازعات اتفقا والنازعات اتفاقا، وقد نظم ذلك يعني معنى أنه لا أحد يخبر في ثاني العنكبوت ولا في أول الواقع. هذا طبعا بالاستقراء، هذا بالاستقراء أنه أن لا أحد يخبر في ثاني العنكبوت ولا في أول الواقع. النازعات هذه سنأتيها.
وأما بالنسبة لأول العنكبوت وأول واقعة فقد ذكرها ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر، قال: والكل أولاها وثاني العنكبة مستفهم. والكل أولاها لأنه قبلها، وثانيه مع وقعت رد إذ كوى، بعد كده قال والكل أولاها في الواقع يعني، وثاني العنكبة مستفهم. فإذا القراء السبعة ثاني العنكبوت وأول الواقعة الكل مستفهم. وطبعا بالنسبة للقراء السبعة يزيد أن لهم أول النازعات أيضا لا أحد يخبر فيها، لا أحد يخبر فيها، الكل مستفهم. طيب، وقد نظم ذلك بعضهم، وقد نظم ذلك بعضهم في قوله: ما كرر استفهامه أحد عشر في الذكر مشهور لسائر البشر، فسبعة أنبيك عنها أولا، وبعدها أربعة مفصلة، أولها بالرعد في ثم الإسراء بموضعين كن الإسراء والإسراء ثم الإسراء مش كده؟ ثم الإسراء بموضعين كن بهذا خبرا ظهر خبرا في المؤمنين واحد واستجدة، والذبح باثنين تمام الفائدة، فهذه السبعة نافع على عن الكسائي عن الكس نافع علي عن الكسائية استفهم في الأول، والنمل فيها نافع أولها أخبر واستفهم في آخرها، ثم ابن عامر والكسائي يعكسون ويقرؤون إننا لمخرجون. طبعا هو النظم يعني شوية فيه ركاكة، ليست يعني ليس فصيحا إلى كإتحاف البرية أو غيره. نعم. العنكبوت نافع والمكي وحفص والشام التقي المزكى أو المزكي المزكى 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 قد أخبروا المزكي لكن المعنى المزكى قد أخبروا في أول والثاني يستفهمون يا أخ العرفاني، ووقعت نافع مع الكسائي يستفهمان أولا يا رائي، وأخبروا في الثاني منه وبقي في النازعات موضع يا متقي، فنافع والشام والشامي فنافع والشام والكسائي يستفهمون أولا للنائي، وغيرهم يستفهمون أجمعوا. تمت بحمد الله رب المنفعة، تمت بحمد الله رب المنفعة. طيب، على أي حال يعني هذا احنا ذكرنا بالتفصيل مذاهب القراء وذكرها الشارح رحمه الله، فأغنى عن هذا النظم. حكم في سورة الأحزاب: قال الناظم: وبالروم كل اللاء سهل أبدلا بيا ساكن وقفا لمن فيه سهلا. قال الشارح: أمر أن يوقف على اللاء لمن لهم تسهيل همزته وصلا، وهم ورش والبزي وأبو عمرو وجهي الروم مع تسهيل الهمزة وإبدالها ياء ساكنة مع المد الطويل، ويجوز لهم أيضا على وجه الروم مع التسهيل المد والقصر على القاعدة المعلومة. طبعا هذا والذي قبله كثير من المسائل هي تعتبر يعني زيادة بيان وليست استدراكا على الشاطبي رحمه الله، لأن هذه مقررة فيما سبق من قواعد. فقبل أن ننتقل للقواعد الكلية والجزئية، طبعا أولا نذكر ما قاله الشاطبي رحمه الله في هذا الموضع. ماذا قال؟ وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حج هملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا، والهمز زاكيه بجلا. الخلاصة أن لأبي عمرو هو اللي خصه هنا وأصحاب التسهيل وورش والبزي أنهم يسهلون همزة اللاء وبدنيا. مثلا هنأخذ موضع الأحزاب مثلا: اللائي تظهرون، وبما أن هذه الهمزة سهلت وقبلها حرف مد ففيها المد والإيه والقصر، وفيها كذلك إبدالها ياء ساكنة. فهو قال: وبالروم كل اللائي سهل وأبدلا بيا ساكن وقفا لمن فيه سهلا.
طبعا بالنسبة للوقف بالروم، لأنه لا يتأتى أصلا أن تقف على همزة مسهلة إلا بالروم، إذا وقفت يعني في الوقف لا يتأتى أبدا أنك تأتي على همزة مسهلة تقف عليها إلا بالروم، لأنه لا يمكن النطق بها بهمزة مسهلة متطرفة دون روم. أما المد والقاصر فهو يعني مما تقرر قبل ذلك، وأن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل. ولعلنا نطبق ما ذكرناه من توضيح المسألة نظريا للقراء السبعة. فطبعا معروف أن ذكى لهم إثبات الياء واللائي أو اللائي، وعلى مذاهبهم في التوسط والإشباع في المتصل. ومثلا في قوله تعالى اللائي تظاهرون، اللائي تظاهرون لابن عامر الشامي، ولحمزة اللائي تظاهرون، وهي كذلك للكسائي إلا أنه يوسط المتصل اللائي تظاهرون. وعاصم معروفة قراءته اللائي تظاهرون، فكلهم يثبت الياء وعلى مراتبهم في المتصل وعلى قراءتهم في تظاهرون بالتشديد للشامي والألف بعد الضاء، وتظاهرون بالتخفيف كقراءة الشامي إلا أنه مع تخفيف الضاء، ولعاصم تظاهرون. أما أهل سما ففي كلمة تظهرون يشددون الضاء والهاء ويحذفون الألف. أما اللائي فكما سبق شرحه فإن قالون يقرأها كالسماء، وكذلك قنبل اللائي تظهرون. وأما ورش ففي وفي الوقف أيضا كالسماء، تقول لا، ويجوز فيها ما يجوز في السماء من أوجه. أما بالنسبة لورش فإنه في الوصل يقرأها اللائي تظهرون، اللائي تظهرون، وهي كذلك لأبي عمرو وللبزي حجهم ملا، إلا أنهم في حال المد يوسطون ولا يشبعون اللائي تظهرون، والقصر كورش. ويزيد لهم في الوصل أيضا ياء اللائي تظهرون. وورش وأبو عمرو والبزي بثلاثة أوجه في الوقف اللائي 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 لورش اللائي، وهي كذلك لأبي عمرو والبزي إلا أنهم في وجه التسهيل بالروم مع المد يوسطون المتصل اللائي. وقالون، قال الناظم رحمه الله وقالون حال الوصل فيه للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. قال الشارح يعني أن قالون روى إبدال الهمزة ياء في حالة الوصل في لفظ النبي في قوله تعالى للنبي إن أراد وبيوت النبي إلا، فإذا وقف يقف بالهمز على أصله، وعلى الإبدال لابد من تشديد الياء على الإدغام، تشديد الياء على الإدغام، فتكون قراءته حالة الوصل كقراءة غير ورش. يعني طبعا تذكرون قول الشاطبي رحمه الله وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي لا شدد مبدلا، فهو عدل البيت حتى يدفع توهما أن هذا الحكم لقالون في الحالين، وهذا أيضا لا يعد استدراكا على الشاطبي رحمه الله، وإنما هو يعد توضيحا وتبيينا. فذكر أن هذه الحالة خاصة بالوصل،
ذكر أن هذه الحالة اللي هي إبدال الهمز كالجماعة تكون حال الوصل. قال: وقالون حال الوصل في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. معنى ذلك أن قالون إذا وقف يعني فصل للنبي عن الهمزة التي بعدها يقف كورش، يقول للنبي. أما إذا وصل فهو يخالفه، يقول للنبي إن أراد، يعني كقراءة الجماعة غير ورش طبعا. بيوت النبي إلا كالجماعة. وهذا مما قالوا أنه بالنسبة لقالون يعتبر تخفيفا، يعني لأن اجتماع همزتين فخفف. وهكذا جاءت روايته عن نافع رحمه الله. فخلاصة المسألة أن قول الشاطبي رحمه الله وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا هذا يكون حال الوصل. أما في حال الوقف إذا وقف على كلمة للنبي وقف بالهمز، رجع إلى أصله، لأنه في كل الباب يقرأ بالهمز، لكن استثني له هذان الموضعان حال الوصل فقط وليس حال الوقف. ثم بعد ذلك تحدث الناظم عما جاء في سورة الحشر. حكم ما في سورة الحشر. قال الناظم: يكون فأنث عن هشام بخلفه وفي دولة رفع على ذين نقلا، يعني أن هشام ورد عنه في قوله تعالى كي لا يكون دولة وجهان، وهما التأنيث والتذكير في يكون مع رفع دولة فيهما، ولا يجوز فيها النصب مع التأنيث كما توهم بعضهم، فالخلف الذي في الحرز خاص بيكون فقط. طبعا تذكرون بيت الشاطبي أو شطر البيت الذي ذكر فيه كلمة يكون ودولة لهشام في سورة الحشر. قال: ومع دولة ننث يكون بخلف لا، ومع دولة ننث يكون بخلف لا. فالبعض توهم أن هذا الخلف يعني في الكلمتين، فيكون له أربع أوجه: دولة برفع ونصب، ويكون وتكون بتذكير وتأنيث، فتضرب اثنين في اثنين تطلع أربعة. وهذا طبعا الوهم، هذا من الأوهام. فإن الخلاف لهشام فقط في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث فقط، وليس له خلف في كلمة دولة، إنما دولة عنده بالرفع، دولة عنده بالرفع فقط. ولذلك دفع ابن الجزري هذا التوهم في الطيبة، نص عليه، قال: وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف، وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف، يعني لا يتأتى لأحد من القراء، لا يتأتى لأحد من القراء التأنيث مع النصب، التأنيث مع النصب. فابن عامر الخلاصة أنه له في دولة الرفع فقط مع التذكير ومع التأنيث. طيب والقراء الآخرون كيف يقرؤون؟ بالنصب مع تذكير، لأنه كما ذكرنا أن ابن الجزر قال: وامنع مع التأنيث نصبا، وامنع مع التأنيث نصبا، يعني حتى اللي له النصب لا يتأتى له النصب مع التأنيث. قد يتأتى النصب مع التذكير، لكن مع التأنيث لم يأتي لأحد من القراء. فإذا الخلاف الذي ذكر لهشام هو فقط في تذكير وتأنيث كلمة يكون، كي لا يكون دولة، كي لا تكون دولة، في الحالتين برفع كلمة دولة. وهي هكذا ضبطها أكثر من ضبط الشاطبية، دولة بالرفع على الحكاية، على حكاية قراءة هشام، وأخطأ من ضبطها بالنصب. نعم. حكم ما في سورة الغاشية. قال الناظم: وللصاد عن خلاد في بمسيطر مع الجمع عند السكت يهمل فعقلا. قال الشارح: يعني أن ينبغي أن الذي يقرأ به في قوله تعالى أنه ينبغي أن الذي يقرأ به في قوله تعالى إنما أنت مذكر، إلى قوله الأكبر لخلاد ثلاثة أوجه، وهي إشمام صاد بمسيطر مع النقل والسكت في الأكبر. هي هو صحح تحت في المحقق، يعني العبارة فيها اضطراب، يعني
مش اضطراب لكن فيها قلق، يعني أن ينبغي أن الذي صححها وقال ولعل الصواب في العبارة، يعني أن الذي ينبغي أن يقرأ به إلى آخره، ولعل هذا هو الأصوب، يعني أن الذي ينبغي أن يقرأ به في قوله إنما أنت مذكر. لا أكبر لخلاد ثلاثة أوجه، فهي أشماء مصاد بمسيطر مع النقل كما صححها في أي نعم، والسكت في الأكبر، ثم الصاد الخالصة مع النقل فقط، وأما الصاد الخالصة مع السكت فينبغي تركه، لأن الصاد الخالصة من طريق الداني عن أبي الفتح، وليس لأبي الفتح عن خلاد سكت أصلا. طيب أكمل. وما جاء تنبيه هنا. وما جاء هنا يأتي أيضا في قوله تعالى أم هم المسيطرون، إذا وصلته بقوله أم خلق أم خلقوا السماوات والأرض، وكان حق الناظم أن يذكر ذلك كما فعل شيخه حيث قال في الفتح ووجهان مع إشمامه بمسيطر مع الطور ثم السكت مع صاد أهملة. طيب مع صاد أهملة نرجع بعد شوية نشوف شيخه في الفتح هذا من. بالنسبة لقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ذكر في الشاطبية خلفا لخلاد، قال إيش؟ مسيطر نشم ضاع، والخلف إيه؟ قللة. مسيطر نشم ضاع والخلف قللة. إذن لخلف الإشمام قولا واحدة بمسيطر، ولخلاد الوجهان، وحرر هنا أن الخلف أن الصاد الخالصة هي من طريق أبي الفتح، من طريق أبي الفتح، وليس لأبي الفتح عن خلاد سكت. فبالتالي إذا قرأت مثلا لست عليهم بمسيطر فلك في، إذا وقفت فيعذبه الله العذاب الأكبر، العذاب الأكبر بالوجهين. أما إذا وقفت، أما إذا قرأت بالصاد الخالصة لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فقط بالنقل فقط، لأنه ليس لخلاد سكت عن أبي الفتح. هذا على من يعني يحرر على هذه الطريقة بالنسبة لرواية خلاد أو لقراءة حمزة. هنا ذكر أن هذا أيضا يجري في قوله تعالى لمن يذكرون أم عندهم خزائن رحمة ربك، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فيها خلاف أيضا لخلاد بالمسيطرون والمسيطرون، قال إذا وصلتها بقوله أم خلقوا السماوات والأرض تجري نفس الأوجه التي ذكرناها في الإيه؟ في الأكبر. فإذا قرأت بالصاد الخالصة وقفت بالنقل فقط على الأرض. وهناك من يطلق الأوجه بالنسبة لخلاد وخلف، ذكر هنا قال وكان حق الناظم أن يذكر ذلك، يعني التحرير في المسيطرون مع الأرض كما ذكر مسيطر مع الأكبر بالنسبة لخلاد كما فعل شيخه حيث قال في الفتح. من شيخه ومن الفتح وما الفتح؟ أولا من شيخه؟ الشيخ الحسيني. الشيخ الحسيني المتولي. المتولي. طب وأي فتح؟ هو تحريره للطيبة اللي هو فتح الكريم. طبعا المتولي رحمه الله حرر الطيبة مرارا وتكرارا، فله فتح الكريم وله الفوز العظيم الأول والفوز العظيم الثاني، ولكن آخر ما استقر عليه يعني آخر تحريراته ويعني أصوبها هو الروض النضير، وهو الروض النضير، وقد ظل مخطوطا حتى يعني طبع في الفترة الأخيرة، طبعه الشيخ خالد أبو الجود، وأظن أن في بعض المشايخ أيضا يقومون بتحقيقه وإعداده للطبع، أو قد يكون بعضهم أخرجه. فالمقصود هنا الفتح هو فتح الكريم للمتولي، هذا أحد تحريراته في الطيبة.
وليس له فيما أعلم تحرير مستقل للشاطبية، وإنما تدخل تحريرات الشاطبية بالنسبة للمتولي ضمن تحريراته للطيبة. ثم ذكر بعد ذلك حكم ما في سورة العلق. نعم، حكم ما في سورة العلق. قال الناظم: وعن قنبل فقصر رآه ومده، فقد صحح الوجهان عنه فأعملا. يعني أن قنبلا روى أن رآه استغنى بقصر الهمزة ومدها، وما ذكره في الحرز في قوله: وعن قنبل قصرا نرى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا لا عبرة به. وقد قال الإمام السخاوي: رأيت أشياخنا يأخذون فيه بما ثبت عن قنبل من القصر خلاف ما اختاره ابن مجاهد. انتهى. وأثبت في النشر أن القصر أثبت وأرجح عن قنبل من طريق الأداء، وأن المد أقوى من طريق النص، وقال: وبهما آخذ من طريقه جمعا بين النص والأداء. ومن زعم أن ابن مجاهد لم يأخذ بالقصر فقد أبعد في الغاية وخالف في الرواية. فقال صاحب الكنز بعد بيت الشاطبية: أي كنز؟ كنز المعاني. كنز المعاني للجمزوري. طبعا في كنوز كثيرة، لكن إذا ذكره هنا غالبا هو يقصد، وطبعا في كتاب اسمه الكنز في القراءات، يعني غير تحرير الجمزوري هذا، لكن هذا إذا قال هنا في هذا المقام الكنز فيقصد كنز المعاني للجمزوري، وشرحه الفتح الرحمن. نعم. وكان عليه آخذه عاملا أخذه عاملا به مع المد فالوجهان في النشر أعملا. وقال صاحب الغيث: ولا وجه لتضعيفه، يعني القصر، فإنه صحيح ثابت قطع به الداني في التيسير وغيره. وقرأ به غير واحد على ابن مجاهد نفسه كصالح المؤدب أو المؤدب وبكار بن أحمد والمطوعي والشنبوذي وعبد الله بن اليسع الأنطاكي وزيد بن أبي بلال. طيب، إذن الخلاصة المسألة كما قررها الشارح رحمه الله تبعا للناظم، أن لقنبل الوجهين في رآه، في قوله تعالى: أرآه استغنى وأرآه استغنى، له الوجهان، ولا وجه لمخالفة ابن مجاهد لما نقله عن شيخه، لأن ابن مجاهد تلقى عن قنبل مباشرة، وقال وهو غلط، يعني بعد ما ذكر رواية قنبل في هذا الحرف بالقصر قال وهو غلط، فلا وجه لتغليط قنبل في هذا الحرف، وإنما هذا صحيح، بل قال إن القصر أثبت وأرجح عن قنبل من طريق الأداء، وأن المد أقوى من طريق النص، والمد أيضا جاء عن قنبل، يعني جاء المد وجاء القصر. وإن كان لو قيل بالتحقيق الطريق فالقصر هو الذي في طريق الداني في التيسير، ولكن جرى عمل المشايخ على القراءة بالوجهين في هذا الموضع، يعني تقرأ أرآه وأرآه استغنى، ولا وجه لاعتراض ابن مجاهد رحمه الله على شيخه قنبل. ثم ذكر أخيرا، نعم، وهو المقدم هذا يحتاج إلى كلام، المقدم إذا كان يوجد في الشاطبية والتيسير مخالفة يقدم الذي في التيسير. نعم، لا، القصر هو اللي نص عليه في الداني قطع به القصر، قال القصر إنه صحيح ثابت قطع به الداني في التيسير وغيره، لا، القصر هو المقدم. نعم. حكم ما في التكبير. قال الناظم: وبعض له من آخر الليل والصلاة أراد به بدء الضحى متأولا. أراد به بدء الضحى متأولا، يعني أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يريد بقوله وبعض له من آخر الليل والصلاة أن بعض أهل الأداء قال بابتداء التكبير من أول سورة والضحى، وعبر عنه بآخر الليل مجازا. يعني هو يقصد أن الإمام الشاطبي رحمه الله لما قال وبعض له من آخر الليل والصلاة أراد به بدء الضحى ولم يرد به آخر الليل،
وهذا هو الصحيح، لأنه لم يروي أحد من طرق صحيحة التكبير من آخر الليل، وإنما ربما يعني هذه العبارة لم يوفق فيها، لكن الصحيح أن ليس للقارئ عن البزي أو في رواية البزي إلا التكبير يا إما من أول أو آخر الضحى، الخلاف هل هو أول الضحى أو آخر الضحى، وليس هناك من قائل بوجه صحيح أنه من آخر الليل، فربما قصد أول الضحى إذا قرأت مثلا سورة الليل ثم ابتدأت بالضحى كبرت، فقد يظن أن هذا من آخر الليل، والصحيح أنه من أول الضحى، لأنك لو قطعت على سورة الليل بالنسبة للبزي، لو قطعت على سورة الليل لم تكبر، لو قطعت على سورة الليل وقفت لا تكبر، لكن أنت طبعا لك التكبير من أول أو من آخر السورة، لكن بداية من الضحى وليس بداية من آخر سورة الليل. وقفت شيخ، أنا انتهيت من القراءة؟ أيوة، يعني وقفت قطعت القراءة، يعني إذا قطعت القراءة، إذا كنت تقرأ مثلا قراءة متسلسلة ووقفت عند سورة الليل لا تكبر، لكن لو أنك مثلا قرأت سورة الضحى لك أن تكبر في أولها أو آخرها، وإن قطعت على أي سورة من سور الختم إذا كنت ماشي بالتكبير من أول السورة فتأتي عند آخر سورة ستقطع عليها تكبر في أولها على نفس الطريقة وتقف، أما إذا كنت ممن يكبر في أواخر، يعني مثلا بدأت سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين جيت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم في السورة التي بعدها ومشيت، ثم وقفت مثلا على سورة القدر لك أن تقول الله أكبر وتقف، كما سبق الكلام. إحنا طبعا الآن في تحرير مسألة معينة، يعني ليس الكلام على تحرير مسائل التكبير كاملة، فقد سبقت في شرح الشاطبية، لكن هنا مسألة مهمة لم ترد في النظم لكنها مما يعني يخوض فيه طلبة العلم، هي قضية التكبير وعدم صحته، وأن هذا يعني الحديث فيه ضعيف وأن كذا وكذا، فنقول وبالله التوفيق إن التكبير سنة مأثورة كما قطع بها غير واحد من الحفاظ والقراء في مصنفاتهم، بل هي ثابتة بما هو أقوى من رواية حديث، فالحديث قد يرويه واحد وقد يصح وقد لا يصح، وقد يكون صحيحا وقد يكون متفقا عليه وقد يكون حسنا وقد يكون يعني يأخذ درجات الصحة أو الضعف، أما هذا فقد ثبت بطريق التواتر عند القراء بيقين، وقد روي موقوفا من طرق صحيحة كثيرة عن ابن عباس، أما المرفوع منه من جهة الإسناد فقد ضعفوه بأن البزي رحمه الله ضعيف في الحديث عند المحدثين، ولكن هذا لا يطعن في روايته من جهة القرآن، لأنه إمام انتهت إليه رياسة أو مشيخة القراءة في مكة، وهو مؤذن المسجد الحرام رحمه الله، وهو من هو في قراءة ابن كثير، وقد ذكر غير واحد من الأئمة التكبير، وجاء عن الشافعي أنه صلى خلف إمام الحرم في ذاك الوقت، أذكر اسمه أبو بكر محمد القرشي، فلما كان من أواخر سورة الختم، سور الختم من الضحى وما بعدها كبر، فلما سلم إذا بالشافعي خلفه قال أحسنت وأصبت السنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد إيراد هذه القصة، وهذا يقتضي تصحيح الحديث، وذكر الحافظ أبو العلاء الهمداني أن القراءة أن التكبير سنة مأثورة عن أهل مكة، وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر إن التكبير صح عن أهل مكة قرائهم وعلمائهم وفقهائهم صحة استفاضت واشتهرت حتى بلغت حد التواتر، حتى بلغت حد التواتر قرائهم وعوامهم أه؟ صح عن أهل مكة قرائهم
قرائهم وعلمائهم وفقهائهم صحة استفاضت واشتهرت أو اشتهرت حتى بلغت حد التواتر. ثم قال بعض الحفاظ إنهم لا يعتمدون في ذلك رواية البزي ولا غيره، يعني هم يعني صحة هذا الأمر عند أهل مكة لا يعتمدون فيها رواية البزي، وإنما هو الأمر عندهم مشهور منتشر عند جميع العلماء والفقهاء والقراء، فاستغني بذلك عن صحة الإسناد، فاستغني بذلك عن طلب الإسناد لهذا الحديث. وقد ذكر الشيخ القاري عبد العزيز القاري في كتابه سنن القراء ومناهج المجودين نقلا عن الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، نقل الشيخ عبد العزيز عن الخطيب البغدادي عند إيراد حديث معاذ في القضاء قال إن أهل العلم نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم، يعني الحديث فيه إشكال فيه من جهة إسناده، كما وقفنا على صحة حديث لا وصية لوارث، وعلى صحة حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وعلى صحة حديث الدية على العاقلة. قال الشيخ القاري نقلا عن الخطيب البغدادي وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. فالشاهد أن الوارد في التكبير عن أهل مكة متواتر مقطوع به، حتى لو لم يصح حديث البزي الرواية البزي له فإن هذا الأمر أكثر من مجرد حديث فرد آحاد، حتى لو وصل إلى أعلى درجات الصحة فإنه أقل بكثير من المتواتر. نقول أيضا وقد روى التكبير، يعني حتى لو ضعفوا رواية البزي في الحديث فقد رواه قنبل أيضا، وقنبل عند أهل الحديث موثق، قنبل عند أهل الحديث موثق، ولم يقتصر الأمر على قراءة ابن كثير بل ذكره غير ذلك كثير من أئمة القراء، كما ذكر ذلك في النافع الطيبة قال وروي عن كلهم أول كل يستوي، يعني روي التكبير عن كلهم أي عن كل القراء، أول كل يعني أول السور يستوي، فمعنى ذلك أن القراء مطبقون عليه وصح عندهم وهم العمدة في هذا النقل فيما يخص علوم القرآن. ولعل هذه هي آخر المسائل في إتحاف البرية، وذكر بعد ذلك الحمد والصلاة، ختم بها قصيدته رحمه الله. قال الناظم وقد تم إتحاف البرية مرشدا فأحمد رب العرش ختما وأولا، وصل على المبعوث بالنور والهدى وآل وصحب يا إلهي ومن تلا. قوله وقد تم أي كمل هذا النظم المسمى بإتحاف البرية أي المخلوقات، والمراد قراء القرآن. مرشدا أي حالة كونه دالا على ما صح في مسائل الخلاف عن القراء السبعة من طرق الحرز. وقوله فأحمدوا رب العرش إلى آخره معنى الحمد والصلاة عليه مشهور فلا حاجة لذكره، وإنما حمد الله سبحانه وتعالى وصلى على نبيه في ختام نظمه كما بدأه بذلك رجاء قبوله، لأنه سبحانه وتعالى أكرم من أن يقبل الطرفين ويرد ما بينهما والمبعوث المرسل وآله قيل هم أتقياء أمته لخبر آل محمد كل تقي، وقيل كل مؤمن ولو عاصيا لأن المقام للدعاء والعاصي أحوج من غيره إليه. وقوله وصحب جمع صاحب بمعنى صاحبي صحابي بمعنى صحابي، وهو كل مؤمن اجتمع به ولو لحظة اجتماعا متعارفا. طبعا في يعني الصحابي تعريفه أدق من ذلك، ومات طبعا على الإيمان، لأنه قد يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به كثير من المشركين، وهؤلاء لا يعدون صحابة. نعم. قال ومن تلا
أي تبع الصحابة أي ولاهم وأخذ بطريقتهم رضي الله عنهم أجمعين. وهذا آخر ما أرجو من الله قبوله وأسأله سبحانه وتعالى. طبعا العبارة هذه فيها يعني قلق شوية ولا لا؟ ليه؟ وهذا آخر ما أرجو من الله قبوله. يعني هذا آخر ما يسر الله به يعني في هذا الكتاب أو في هذا المقام، أسأل الله قبوله، لكن هذا ما أرجو، آخر ما أرجو من الله قبوله، يعني العبارة هذه قد تكون يعني تحتاج إلى شيء من التصحيح. نعم. قال وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي بالإيمان، وأن يمن علي وعلى والدي وأشياخي وأحبتي بالنظر إلى وجه الكريم في دار الجنان، إنه رؤوف رحيم جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يسلك بنا وبكم سبل الهداية، يمن علينا وعليكم بقبول الأعمال وإصلاح الحال والمآل. وإن شاء الله سيكون لنا كما ذكرنا درس مطول بعض الشيء في بعض التحريرات التي لم ترد في نظم إتحاف البرية وشرحه مختصر بلوغ الأمنية، فلعل الله عز وجل ييسر هذا الأمر وسائر الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.